هل يؤثر الكلام أثناء الطواف بالبيت بغير الأدعية المشروعة كأن يكون في أمور الدنيا؟ الكلام في حال الطواف جائز، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف ببيت الله أن يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف. كلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يشتغل بذكر الله عز وجل. نعم.